عصام أهلا. قبل أن أبدأ هذا المباشر، تحدثت إلى المكلف بالإعلام في السلطة السيد علي دراع، وسألتها عن نسبة المشاركة إذا كانت قد تغيرت منذ الإعلان الأول، فأجبني بأنها تغيرت وارتفعت نسبيا، إلا أنه قال أنه كان على وشك أن يعلن عنها في التلفزيون الرسمي. وحقا نحن يعني قبل بداية هذا المباشر أطل الرئيس السلطة المستقلة للانتخابات السيد محمد شرفي على التلفزيون وبدأ في الإعلان على النتائج التي تحصلوا عليها لحد الساعة، فلم يكن في وسعي أن أنقلها، إلا أنه أشار بأنها ارتفعت بنسبة معتبرة في الولايات الجنوب، التي طبعا كان المرشحون قد قضوا جل حملتهم الانتخابية فيها. ولكن في نفس الوقت تشهد مدن أخرى من الجزائر وولايات أخرى مظاهرات منددة بالانتخابات، وأيضا بعض المراكز مراكز الاقتراع شهدت أعمال شغب. وهناك تقارير تقول أن مركز أو مقر السلطة الموجود في ولاية بويرة تعرض للحرق من قبل متظاهرين. هذه لقد شاهدنا صور هنا محليا عن يعني تظهر فعلا أن هناك مركز تعرض للحرق، لكن لسنا متأكدين إذا كان في بويرة أو في مكان آخر. لكن هناك مظاهرات، وحتى هنا في الجزائر العاصمة منذ ربما الساعة 11 خرج معارضون للانتخابات واحتلوا أجزاء كبيرة من قلب العاصمة، والدليل على ذلك أنه لحد الآن هناك مروحيات، لست أدري إذا كنتم تسمعون صوت المروحيات تحلق وتطفو في الأجواء هنا في العاصمة. كيف تسير عملية التصويت يعني في العاصمة؟ هل تسمعني عصام؟ نعم أسمعك. طبعا في بعض الان في المظاهرات ترتكز في قلب المدينه. رشيد سكاي، موفد بي بي سي الى الجزائر، شكرا لهذه المشاركه.